المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامه يشعر بالإهانة هو ورئيسه أنتونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة بعد أكثر من خمسة أشهر على عدوان مجرم الحرب حفتر على العاصمة طرابلس. في مقابلة مع صحيفة ليبرسيون الفرنسية اعتبر غسان سلامه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا أن الاتفاق السياسي بين حفتر وحكومة الوفاق أمر يمكن أن يحدث ولكنه يتطلب دعم القوى الأجنبية وذكرت الصحيفة في سياق تقريرها مع سلامة أن هجوم حفتر على طرابلس أدى إلى سقوط البلاد في حرب تسببت في مقتل أكثر من ألف شخص وعشرات الآلاف من النازحين وعبر سلامة في لقائه مع الصحيفة عن عدم استغرابه من مهاجمه حفتر لطرابلس في ابريل الماضي عازيا ذلك لما كان يعلنه حفتر واعلامه حول الهجوم ولكنه تفاجا من اختيار حفتر لتوقيت الهجوم وذلك مع اقتراب المؤتمر الجامع الذي كان مقررا في الرابع عشر من ابريل وقال سلامه انه حصل على تاكيد من حفتر بعدم حدوث شيء خلال زياره امين عام الامم المتحده انطونيو غوتيريس الى طرابلس واعتبر سلامه ان اللقاء الذي جمع فيه بين السراج وحفتر في ابو ظبي بالامارات ناجح للغايه قبل هجوم حفتر على العاصمه والغريب ان سلامه بعد ان ظهرت تسريبات عن هذا اللقاء خرج وانكره برمته ولم يكشف عما حدث الا بعد ان صرح به المسؤولون في حكومه الوفاق وبعد ان هاجم حفتر العاصمه. واضاف سلامه خلال اللقاء انه قبل ثلاثه اشهر كانت الظروف السياسيه مغلقه تماما بسبب ما وصفها بالمواقف المتناقضه من حفتر حيث انه من ناحيه يفكر في مواصله محاوله السيطره على طرابلس الا انه في الاسابيع الاخيره اصبح حفتر يضع شروطا لانسحاب محتمل لقواته ولكنه يريد ضمانات ومطالب للحصول على مناصب مهمه في الدوله. ولكن البعثه الامميه على صفحتها الرسميه بعدما نشر اللقاء وتناولته عده قنوات محليه اعتبرت انه تم تحريف تصريحات غسان سلامه. والغريب انه منذ تدخل هذه البعثه الامميه وتغير مبعوثيها بات الوضع في ليبيا يتازم بشكل واضح على كل المستويات. فماذا لو ان الامم المتحده لم تقم بارسال مبعوثين الى ليبيا وتركت الشعب الليبي وشانه